طيب نبدأ مباشرة طبيب، ما معنى أننا دخلنا في المستوى الثالث تاع انتشار فيروس كورونا؟ المستوى الثالث معناها أنه الفيروس تفشى في أكثر من منطقة واحدة، يعني إحنا رانا نعنو على 17 ولاية نعم. عفوا، وهذه معناها ندخل في إجراءات جديدة. يعني الإجراءات اللي أعلنها رئيس الجمهورية هي أصلا تدخل في إطار التطروة، يعني المرحلة الثالثة. باش يفهمنا المشاهد الإجراءات اللي اتخذها رئيس الجمهورية قبل يومين أو ثلاث، اللي بدأت تطبق اليوم، هي إجراءات المستوى الثالث اللي تقدر تدخل في المستوى الثالث. كاين بزاف إجراءات، من بينها مثلا وقف النقل، من بينها يعني تسريح العمال، يعني اللي 50% من العمال، 50% نعم. من العمال، رغم أنه نعطي ملاحظة فقط أنه كثير من المدراء اليوم، مدراء في مؤسسات العمومية، قال لك ما جاتناش التعليمة، يعني لم نتلقى التعليمة عبر الفاكس، أو عبر ما زال يخدموا بالفاكس، ورغم أنه إعلان أو صدور المرسوم في وسائل الإعلام الجزائرية سواء العمومية ولا إحنا اللي اليوم رانا قنوات رسمية، يعني ما نقدروش نقدموا مرسوم مكذوب أو هذا يستحيل. فكثير من المدراء حاروا اليوم، ما نعرف في هذه الأمسية هل سرحوا الخدامين ولا ما سرحوش، دون ذكر نعرفوا بعض المؤسسات دون ذكر الأسماء. يعني إذن هذا الإجراءات خاصة المؤسسات العمومية. وكثاني كاين توقيف حركة النقل اللي بدأت اليوم في المدن الكبرى، إغلاق المقاهي، إغلاق المطاعم. وثاني تتغير يعني العمل في المستشفيات، يعني أنه كل الحالات الغير المستعجلة والكامل لسيرفيس الأخرين يحبسوا العمل تاعهم في الحالات الغير مستعجلة، ويكونوا مستعدين في حل أي طارئ يستضيفوا الحالات تاع